قمة مصرية كويتية بين السيسي وصباح تتناول قضايا المنطقة وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. محلب يعلن عن إطلاق الحملة القومية الكبرى لحماية النيل من التعديات والتأوخ. الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة الجديدة. سيدات وسادة، تحية لحضراتكم. 8 مساء في القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة، البداية فيها مع الزميلة سحر صبري. تفضلي سحر. شكرا فوزي. عقدت في الكويت قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. تناولت القمة مختلف القضايا العربية والتحديات التي تواجه الأمة العربية، كما بحث الجانبين تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة. في السياق ذاته قلد الشيخ صباح الرئيس السيسي قلادة مبارك الكبرى تقديرا للرئيس السيسي وللشعب المصري، ووسام يمنح من قبل أمير دولة الكويت للملوك ورؤساء الدول والحكومات. لقاءات عدة شهدها اليوم الأول لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة اختلطت خلاله الأجندة السياسية بالاقتصادية. لقاءات جاء على رأسها القمة الثنائية التي عقدت بين الرئيس السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قمة تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فضلا عن عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كتطورات الأوضاع في المنطقة العربية ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف ونشر سماحة الدين الإسلامي. لقاء آخر كان على أجندة عمل الرئيس السيسي، حيث استقبل سيادته بمقر إقامته رئيس مجلس الأمة الكويتية، والذي أعرب خلال اللقاء عن ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البرلمان المصري عقب انتخابه، فضلا عن الرغبة في ضرورة المشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في إطار اتحاد البرلمانات العربية. هذا وقد شملت لقاءات الرئيس السيسي أيضا لقاء سيادته والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لقاء تم خلاله بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية وعلى رأسها ملف الإرهاب. أما على الصعيد الاقتصادي فقد جاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من رجال الأعمال الكويتيين برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية علي ثنيان الغانم. لقاء تناول عرض فرص الاستثمار الواعدة في مصر، لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى كمشروع تنمية محور قناة السويس. كما تناول اللقاء أيضا عرضا لمشروعات قومية أخرى سيتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس القادم. كما استقبل الرئيس السيسي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، تناولت بحث سبل التعاون في المجال البرلماني في ضوء اقتراب مصر من استكمال خارطة الطريق وإجراء الاستحقاق الثالث بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهور الأولى من العام الحالي. كذلك التقى الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأحمد الصباح، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. كما استقبل الرئيس السيسي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، وفد من رجال الأعمال الكويتيين برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من الكويت موفد النيل إلى هناك علاء رشوان. علاء، بداية أهم التطورات في لقاءات الرئيس السيسي مع أمير الكويت اليوم. كما ورد في جملة الأخبار التي سبقت، انتهى نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق لسيادته في أول أيام زيارته إلى الكويت. جملة هذه اللقاءات تم خلالها التأكيد على متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية، علاقات قوية تربط البلدين فيما يتعلق بالتنسيق
حيال بعض القضايا الإقليمية التي تهم كلا البلدين على كافة المستويات، قضية الفلسطينية، تطورات الأوضاع في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا، وكذلك الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمحاربة الإرهاب وداعش. يعني كما تابعنا في خدماتنا الإخبارية السابقة، حفاوة شديدة يلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق لسيادته من خلال الدور التاريخي الذي قامت به مصر في السنوات والعقود الماضية، دعما للقضايا العربية والحقوق العربية، بداية من وقوف مصر حكومة وشعبا إلى جانب الكويت في غزو العراق، وكذلك وقوف الكويت بجانب الشعب المصري في خياراته في ثورتي يناير 25 من يناير و30 من طيب من على هل هناك ما زالت هناك لقاءات على أجندة الرئيس السيسي اليوم؟ زميلتي سحر أشرت في خلال الهاتف الآن أنه انتهى اليوم الأول لنشاط السيد لقاءات على هامش المباحثات، أقصد على هامش هذه المباحثات، أقصد المباحثات السياسية والرسمية التي جمعت الرئيس بالمسؤولين الكويتيين، أكرر انتهت اليوم، ليستعد السيد الرئيس للقاء آخر غدا مع رجال الأعمال المصريين والكويتيين. الصورة علاء صفها لنا أثناء تقليد الرئيس السيسي بأرفع وسام منحه له أمير الكويت اليوم. يعني لفتات كريمة من الكويت حكومة أميرا وحكومة وشعبا، بداية من الاستقبال الحافي والكريم في المطار واستقبال آخر في قصر بيان بالقاعة الأميرية، اصطفى خلاله الوزراء وكبار رجال الدولة والسفراء المعتمدين في الكويت لمصافحة الرئيس وحضور العشاء الرسمي الذي يقام على شرف الرئيس، وكذلك الحفاوة التي لمسناها في لقاءاتنا المتعددة مع بعض المسؤولين الكويتيين، وتأكيدهم على أن مصر لها الفضل في كثير من القضايا التي تتعلق بالمنطقة العربية والشعوب العربية تحديدا الكويت، وأكدوا على أن الفترة المقبلة تشهد تدشينا جديدا لمرحلة جديدة في العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وإشارات مؤكدة من قبل هؤلاء المسؤولين على المستوى الاقتصادي ورجال الأعمال بأن هناك حضور رفيع المستوى في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في منتصف مارس المقبل، وخاصة في ظل تنامي الاستثمارات الكويتية التي بلغت 3.2 مليار دولار، وكذلك حجم الشركات المصرية العاملة في الكويت، هنا في مقدمتها شركة المقاولون العرب باستثمارات تجاوزت 2 مليار دولار، هناك نية لدى الجانب الكويتي بدعم هذه العلاقات في المرحلة المستقبلية، وإشادة من بعض أوساط السياسية والبرلمانية في الكويت بإنجاز استحقاق خريطة المستقبل في مصر، وتطلع لإنجاز الاستحقاق الأخير بانتخاب مجلس نواب بيتم دعم العلاقات البرلمانية في المرحلة المقبلة. الصحافة الكويتية هنا منذ أمس أشارت وأشادت بالدور الريادي الذي تلعبه مصر وتعود إلى هذا الدور مجددا بعد استقرار البلاد سياسيا وأمنيا، وكذلك دعم للحكومة المصرية والجيش المصري في محاربته للإرهاب، ووصفها لمصر بأنها البوابة الغربية للخليج العربي وأنها شريك أساسي ومحوري وفاعل في الحفاظ على أمن الخليج في المرحلة المقبلة ومواجهة بعض التحديات التي تواجه المنطقة العربية من خلال تنسيق المواقف والجهود حيال هذه القضايا ما بين الشقيقة الكبرى مصر والدول العربية الأخرى. تأتي هذه الزيارة كما أشرنا في سياق الزيارات الخليجية والعربية التي بدأت بزيارة المملكة العربية السعودية، وإعلان مؤسسة الرئاسة المصرية بأن هناك زيارتين مرتقبتين للرئيس لكل من الإمارات والبحرين لتكتمل سلسلة لقاءات الرئيس بقادة وزعماء الدول العربية لدعم التعاون بين مصر وهذه الدول على المستويات السياسية والاقتصادية في المرحلة الراهنة، وأيضا استشراف مستقبل أقوى لهذه العلاقات. وضحت الصورة، أشكرك موفد النيل من الكويت. علاء رشوان، شكرا جزيلا لك. كما ينضم إلينا عبر الهاتف مشاهدينا الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف تحياتي، أولا أهمية هذه الزيارة في تقديرك على المستوى السياسي والاقتصادي في ضوء قوة ومتانة العلاقات بين البلدين؟
بكل تأكيد أعتقد أن هذه الزيارة السياسية تصب في خانة عودة العلاقات الحميمية مرة ثانية بين القاهرة والكويت، وأن هناك تفعيل قنوات التواصل والتنسيق في المرحلة القادمة. لا تنسى أن الكويت كان لديها مواقف مشرفة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بتوفير الزخم والدعم والرفاعة السياسية والاقتصادية والتنموية لمصر بعد ثورة 30/6، وأيضا لعبت في الفترة الأخيرة دور محوري بجانب المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتحقيق المصالحة المصرية القطرية تحديدا. وكلنا يعلم تماما الزيارة المطولة التي قام بها أمير الكويت لدول الخليج قبل القمة الخليجية في 9 ديسمبر الماضي، وبالتالي ستعد أن تخرج مجموعة من النتائج تصب في خانة تحقيق الوفاق أو التلاقي المصري القطري. وبالتالي القاهرة راغبة في توسيع قنوات التنسيق والتواصل مع الكويت باعتبارها ترأس حاليا القمة العربية، والمصر سوف ترأس هذه القمة أيضا في 28 مارس القادم، وبالتالي لابد أن يكون هناك درجة من التنسيق والتناغم فيما يتعلق بملفات عديدة سواء ملفات القضية الفلسطينية، الإرهاب ومكافحة داعش والنصرة وما إلى ذلك، وعبر الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الوضع في ليبيا وأيضا الأزمة السورية والدور المحوري التي تقوم به مصر حاليا في تقريب وجهات النظر بين فصائل المعارضة السورية من ناحية، بالإضافة الملف الاقتصادي ملف بالغ الأهمية خاصة كنت تتمتع بوفرة مالية، والقاهرة راغبة في أن يكون هناك استثمار كويتي قادم في القاهرة بشكل كبير في مشروعات عملاقة وقومية في مصر في المرحلة القادمة. وبالتالي تأتي هذه الزيارة فيما يتعلق باللقاء بين الرئيس وأمير الكويت ثم مع رجال الأعمال الكويتيين والمصريين خلال الساعات القادمة، وبالتالي هذا سيكون لديه كثير من الأثر الإيجابي فيما يتعلق بدوران عجلة الاقتصاد في مصر وزيادة حجم الاستثمار الكويتي في المرحلة القادمة، وخاصة مشروعات عملاقة كمشروع محور قناة السويس في المرحلة القادمة. شكرًا جدًا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرًا جزيلًا. علاقات تاريخية متميزة تجمع بين مصر والكويت منذ عقود شهدت خلالها محطات مهمة ستبقى محفورة في سجل التاريخ وذاكرة الشعبين، أهمها اختلاط دماء الشهداء من الشعبين الشقيقين في عدد من الحروب التي شهدها البلدان، وبصورة خاصة في حرب عام 1973 وحرب تحرير الكويت عام 1991. هذا وقد نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف ما تردد عن عقد الرئيس السيسي لقاءات مع أي مسؤول قطري خلال زيارتي للكويت. المزيد في سياق هذه المتابعة مع زميل محمد عاطف. كانت العلاقات المصرية الكويتية منذ بدايتها قبل عقود نموذجا متميزا ورائدا للعلاقات التي العربية في جميع الظروف باعتبارها ضمانة للأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. العلاقات المصرية الكويتية شهدت محطات مهمة ستبقى محفورة في سجل التاريخ وذاكرة الشعبين، لعل أهمها اختلاط دماء الشهداء من الشعبين الشقيقين في عدد من الحروب أبرزها حرب أكتوبر عام 1973 وحرب تحرير الكويت عام 1991. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت هي الأولى له منذ توليه الرئاسة في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات. زيارة الرئيس السيسي للكويت تأتي تقديرا من مصر للمواقف المشرفة والمساندة من دولة الكويت لثورة 30 يونيو، وتأييد تطلعات المصريين نحو الاستقرار والتنمية والحفاظ على هويته الثقافية. الرئيس السيسي لطالما شدد على أن ارتباط مصر بمحيطها الخليجي ارتباط قوي ووثيق، وأن مصر تعمل على دعم التواصل مع الأشقاء في دول الخليج عبر التشاور والتنسيق بغية دعم العمل العربي المشترك. العلاقات المتميزة بين البلدين خصوصا في المجال الاقتصادي تجسدت في تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين، حيث زار وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور الكويت نهاية نوفمبر الماضي لتوقيع اتفاقية في مجال التعاون الصناعي والتجاري. شهر نوفمبر من عام 2014 شهد الإعلان عن تفعيل مجلس تعاون مصري كويتي يهدف إلى دفع العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، يكون بمثابة نواة لتجميع رجال الأعمال الكويتيين المنتظر مشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي بمصر في مارس القادم. انعقاد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في الكويت منتصف ديسمبر الماضي بعد توقف دام 4 سنوات برئاسة وزيري الخارجية، وشارك فيها وفد يضم ممثلين عن 35 وزارة وهيئة مصرية إلى جانب نظرائهم من جانب الكويت، أسفرت اجتماعات اللجنة عن توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم. زيارة ناجحة تلك التي يقوم بها الرئيس السيسي للكويت ليس بلغة الكلام وإنما بلغة الأرقام.
استثمارات، أظهرت إحصاءات للتجارة الخارجية الكويتية نموا في حجم الصادرات الكويتية إلى مصر بنسبة 110% خلال الربع الثالث من العام الماضي، كما احتلت مصر المرتبة 15 بين أهم الدول المصدر إليها من الكويت في الربع ذاته، في حين احتلت مصر المرتبة 18 بين أهم الدول التي تستورد منها الكويت في الربع الثالث من عام 2014. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن هناك إصرارا على حماية نهر النيل، مشيرا إلى أن الحكومة لديها رؤية إصلاحية في كافة المجالات الاقتصادية والتشريعية والإدارية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محلب بمقر وزارة الموارد المائية والري، حيث أعلن إطلاق الحملة القومية الكبرى لحماية النيل من التعديات والتلوث ووقع على وثيقة نهر النيل. 2015 عام تعتبره الدولة عام النيل، وعبرت عن ذلك بإطلاقها ميثاقا وطنيا لحماية النهر من التعديات عليه تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، باعتبارها المنسق العام للحملة القومية لحماية نهر النيل، والتي يشارك فيها جميع شرائح المجتمع، والتي يرعاها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. الداخلية عليها دور كبير، التنمية المحلية عليها دور كبير، المحافظات، كل واحد في مصر، لكن الأهم والأهم هو دور المواطن. ولما بنتكلم على حراس النيل هم الشباب، هم الشباب اللي في كل قرية. محلب أكد خلال كلمته أن اليوم هو يوم الإصرار على حماية حياتنا وحياة أبنائنا، مشيرا إلى أهمية النيل كمصدر لحياة المصريين وعلى الوضع الذي وصل إليه وضرورة التصدي لهذه الأوضاع السيئة. ضمير المواطن اللي هو تعدى، أنت قدامك فرصة، فرصة كبيرة، زيل التعدي بنفسك وهنكرمك ونشكرك، لأنك لو ما زلتوش احنا هنزيله، واحنا فعلا قادرين بامر الله ان احنا نزيله، وهنزيله، بس هنزيله وهيبقى فيه مساءله قانونيه. عندنا ثلاث محاور: ترشيد استخدام، حمايه من التعديات، حمايه من التلوث، فنسميها انتفاضه ضد هذا التعديات او هذه التعديات، وثوره ضد التلوث اللي احنا بنشوفها، كلنا هنشارك فيها. وبنعلن في نهايه هذا اللقاء ان احنا بنوقع ما نسميه وثيقة النيل في ظل الهجمة الشرسة اللي بيتعرض لها النهر. الجدير بالذكر أنه تم إطلاق لجنة حراس النيل، والتي تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من أطياف المجتمع، للتعامل مع مختلف أشكال التعديات والتلوث. التلوث الذي يتعرض له نهر النيل يؤرق الأجهزة الحكومية بما له من مخاطر جسيمة، الأمر الذي يستدعي تحركات للقضاء على ظواهر التلوث في وقت يواجه فيه المواطن تخوفات ليست من تلوث المياه فقط بل من نقصانها أيضا. عمرو عبد العزيز، النيل. استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد عادل فتحي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين، الذي سلم رئيس الوزراء شيكا بمبلغ 500,000 جنيه تبرعا من العاملين بالشركة لصندوق تحيا مصر. قدم رئيس الوزراء الشكر للعاملين بالشركة، مؤكدا أن عمال مصر هم من سيصنعون مستقبلها. كما استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وفدا من نقابة الأطباء لبحث عدد من مشكلات العاملين في القطاع الطبي، وذلك بحضور وزراء الصحة والمالية والتعليم العالي والزراعة. وعرض ممثل الأطباء المشاكل التي تواجههم، والتي تتمثل في ثلاث مشكلات رئيسية: أولها مطالب الأطباء غير المخاطبين بقانون 14، وثانيها مشكلات الأطباء العاملين في المناطق النائية، ثم مشكلات الدراسات العليا للأطباء. وتسلم رئيس الوزراء مذكرة توضيحية بهذه المشكلات، وكلف الوزراء المعنيين بدراستها والبحث عن حلول لها. قالت مصادر أمنية أن جنديين اثنين من الشرطة أصيب اليوم جراء انفجار قنبلة في العريش. ذكرت المصادر أن عبوة ناسفة زرعت عند مدخل مبنى سكني وانفجرت لدى مرور رجلي الشرطة، مما أدى إلى إصابتهما بإصابات تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة.
أكد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد أن القدرة العسكرية أحد أركان الأمن القومي والركيزة الرئيسة لتأمين الدولة المصرية ضد كافة التهديدات والعدائيات داخليا وخارجيا. وأيضا مواجهة التطرف والإرهاب، وأشار القائد العام إلى أن مقاتلي الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات هم أحد الروافد القوية للقوات المسلحة، ويدعم قدرتها على حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات. كما أشاد الفريق أول صدق صبحي بما نفذه مقاتلو الوحدات الخاصة من عمليات ناجحة لتصفية البؤر والأوكار الإرهابية في سيناء. عقد تيار الشراكة الوطنية مؤتمره الأول لحملة ماذا يريد الشباب من البرلمان، ليعكس رؤى الشباب لمشاكلهم على أرض الواقع وتصوراتهم عن حلول تلك المشكلات ووضعها أمام القيادات السياسية ومرشحي البرلمان. حضر المؤتمر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وعدد من القيادات ورؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة. من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر والعمل على رفعة الوطن، نظم تيار الشراكة الوطنية المؤتمر الأول لحملة ماذا يريد الشباب من البرلمان القادم، للمطالبة بإنشاء قناة جديدة للتواصل بين الشباب ومن سيقودون الحياة السياسية في الفترة المقبلة، وإقرار قانون العدالة الانتقالية إضافة إلى تعديل قانون التظاهر. احنا بنحاول ان احنا نخلق قناة كده نوصل عن طريقها رسالة الشباب للمسؤولين سواء المرشحين في البرلمان أو المسؤولين التنفيذيين في الدولة، علشان يعرفوا إيه هي مطالب هذا الشباب. وبعدين إحنا يمكن بنحاول نوضح النهاردة إن مطالبنا مش مطالب السياسية بس اللي هي دائما متداولة. مطالبنا مطالب عن السياسة والحريات وأهمها عن قانون العدالة الانتقالية وتعديل الفوري لقانون التظاهر، دي في قمة مطالبنا، ولكن برضو عندنا رؤى مختلفة سواء بالنسبة لقانون الإدارة المحلية. من جانبه أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن جميع المطالب والتوصيات التي خرج بها المؤتمر سترفع إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ليتم البت فيها وتنفيذها. احنا كمان وعدناها أن كل التوصيات اللي هتخرج من هذا المؤتمر إن شاء الله سيتم تسليم نسخة منها للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق ما ممكن أن يتحقق منها. بقول لشبابنا احنا عندنا فرصة تاريخية، البلد محتاجة إيديكو، البرلمان القادم إن شاء الله هيكون فيه شباب كتير وبذلوا مجهود، وبلاش نغمة أصل ده المال السياسي والإعلام هيبقى ضدنا. لا، الشباب عنده قدرات، الشعب المصري أصبح يثق في شبابه، الملعب قدامكم مفتوح، تقدروا تنزلوا وتحققوا نتائج إيجابية إن شاء الله في الانتخابات. أعضاء تيار الشراكة الوطنية أوضحوا أن الحملة ستستمر في ظل البرلمان القادم لتصبح رقيبا شعبيا على أداء النواب. استكمالا لثورة الشباب وتغيير فكر السياسيين تجاه البرلمان القادم، أقام تيار الشراكة الوطنية المؤتمر الأول لحملة ماذا يريد الشباب من البرلمان القادم، للاستعانة بقدرات شباب مصر في النهوض بمستقبل الوطن. من داخل مركز التعليم المدني بالجزيرة، علي فتحي، النيل. افتتح اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا افتتح أعمال ورشة عمل لتنفيذ المسح القومي للبحوث والتطوير والابتكار على الشركات الصناعية. يأتي هذا الاستبيان تنفيذا للتوجهات الحالية بدعم العلاقة بين البحث العلمي والصناعة وتشجيع القطاع الصناعي لدخول مجال البحث العلمي. البحث العلمي عنصر مهم تعتمد عليه الدول المتقدمة في النهوض بالمجالات المختلفة، وفي إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمي افتتح اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمي أعمال ورشة عمل لتنفيذ المسح القومي للبحوث والتطوير والابتكار على الشركات والمنشآت الصناعية. البحث العلمي هو اللي بيعمل الطفرات، البحث العلمي هو اللي بيعمل قيمة مضافة وليست الإمكانيات المادية. البحث العلمي في غاية الأهمية، فعلشان نقدر نتعرف مدى اعتماد مؤسساتنا ومنشآتنا الصناعية اللي هي مسؤولة عن الإنتاج على هذا الموضوع المهم، كان لابد ان احنا نقوم بهذا المسح اللي حضرتك شفت بداية التدريب فيه النهاردة، علشان تقدر الأكاديمية ترصد بدقة مدى الاعتماد على
البحث والتطوير في منشآتنا الاقتصادية. استبيان يعني بانتشاره ممكن يدينا فعلا أرقام فعلية، لأن فعلا إحنا محتاجين نبقى واقعيين عشان نحل مشاكلنا. فبناء على ده يعني الباحثين هيقوموا بزيارات ميدانية للمناطق المختلفة على مستوى 20 محافظة وعلى مستوى أكثر من 3000 منشأة قطاع خاص. الورشة تهدف إلى تدريب الباحثين من الجهاز للنزول إلى العمل الميداني للاستبيان القومي للبحث والتطوير والابتكار 2015، والتعرف على مدى مشاركة القطاع الخاص في أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتطوير أو استخدام الابتكارات الحديثة. البحث العلمي نسبته قد إيه؟ أو في إدارات بحث علمي داخل المنشآت الاقتصادية جوه جمهورية مصر العربية ولا لأ؟ وفي فرق بين البحث العلمي والابتكار. يعني الابتكار ده بيبقى المنشأة ابتكرت حاجة، غيرت منتج، غيرت في خصائص منتج، ده ما يعتبرش بحث علمي عشان هي متاخدة خطأ إن البحث العلمي أي حد بيجدد حاجة في المنشأة ده بحث علمي. لا، بحث علمي لازم يبقى فيه إدارة مختصة بالبحث العلمي في المنشأة، دي قايمة على الاختراعات، يخترع منتج معين ويبتدي ينفذه. وسيرصد الاستبيان مدى اهتمام منشآت القطاعين العام والخاص بالأنشطة الابتكارية ومدى تأثيرها وانعكاسها على جودة المنتج لتلبية احتياجات المستخدمين، إلى جانب التعرف على معوقات تنفيذ تلك الأنشطة خلال السنوات السابقة، فضلا عن معرفة مطالب كلا القطاعين العام والخاص للتوسع في تنفيذ هذه الأنشطة مستقبلا. على منتصر النيل. أعلن رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء سعد الجيوشي أعلن أن عدد الطرق الجاري تنفيذها ضمن شبكة الطرق القومية تقترب من 15 طريقا. أضاف الجيوشي أن هناك مخططا لتركيب كاميرات مراقبة على الطرق والكباري الرئيسة لمراقبة تلك الطرق ورصد حالتها. الانتهاء من شبكة الطرق القومية التي أعلن عنها مؤخرا حلم تسارع هيئة الطرق والكباري الزمن من أجل إنهائه في الموعد المحدد في شهر أغسطس القادم. المشروع القومي عندنا 15 طريق، احنا عندنا في مشروعات هي اللي في إيدنا وهي اللي شغالين فيها حوالي 10 مشروعات، ودول الحمد لله نسبة الإنجاز فيهم 11%، واحنا أعلننا هذا الكلام. في 5 مشروعات، المشروعات دي عليها نزع ملكية، واحنا الحمد لله نجحنا ان احنا يصدر قانون من مجلس الوزراء وقرار من مجلس الوزراء بالتعويض، اللي بيسموه التعويض بالتراضي، وده اللي حل المشكله. وفيما يخص صيانة الطرق، أعلنت الهيئة أن عام 2015 سيشهد طفرة في أعمال الصيانة للطرق، وأشارت الهيئة أن مصر دخلت بالفعل مجال الطرق الخرسانية ما يساعد في تقليل نسبة الحوادث. احنا صيانة الطرق ماشيين فيها زي ما احنا بنقول، الحمد لله معدات الصيانة الذكية بدأت توصل لمينا، إن شاء الله تكتمل على إن شاء الله وتشتغل على آخر شهر واحد اللي احنا فيه. طبعا لازم تكون مجموعة مكتملة في تجهيزات للمعامل بالنسبة للمواد اللي هنستخدمها، عشان احنا مصرين ان المواد تبقى انتاج مصري عشان ما نصطرش الاستيراد، وده هيبقى ده اللي هيدي الاستدامة لهذه التكنولوجيا، زائد ان معدات تدوير الاسفلت برضو ان شاء الله يعني بصدد ان احنا نجهزها. كانت هيئة الطرق والكباري قد أعلنت أنها بصدد افتتاح 21 مشروعا ضخما نهاية شهر يناير الحالي. أشرف إبراهيم، النيل. أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، أكد أن كل مؤسسات الدولة تعمل جاهدة على تحسين حياة المواطن والحفاظ على بيئة صحية له، وذلك خلال حفل تسليم أول 20 ميكروباص جديد تعمل بالغاز الطبيعي لـ20 سائق سيرفيس. نوه المحافظ بأن هذا البروتوكول فضلا عن تطوير منظومة النقل الجماعي يحقق رعاية اجتماعية للسائقين بزيادة دخولهم من خلال امتلاك سيارة جديدة قليلة الأعطال وذات متطلبات مالية أقل في أعمال الصيانة. في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة النقل الجماعي للركاب وتنفيذا للبروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة والجهات المعنية ووزارة البيئة والصندوق الاجتماعي للتنمية لاستبدال وإحلال أقدم 1000 مركبة من مركبات السيرفيس بالقاهرة، تم تسليم أول 20 ميكروباص جديد تعمل بالغاز الطبيعي لـ20 سائق سيرفيز، مع تسلم سياراتهم القديمة لتخريدها. احنا بنتكلم هنا عن الشخص بيذهب لمن يراه ليشتري سيارته،
ثم ياتي الينا عشان محافظه القاهره تديله 5000 جنيه مساهمه منه، وزاره البيئه تديله 5000 جنيه مساهمه اخرى بمقابل العربيه تكون شغاله بالغاز. ثم هو بيدفع 5000 جنيه قسط مقدم، لا من ثمن العربيه، وبعدين الباقي بيقسط على 6 سنين بفايده 5.5%. احنا دخلنا كصندوق اجتماعي بكارد لتمويل الميكروباصات الجديده، المرحله الاولانيه بحوالي 25 مليون جنيه لتمويل حوالي 250 عربيه. احنا النهارده كنا بنسلمهم المصاريف اللي هم بيستلموها فيها كافه المستندات اللازمه للترخيص، يعني هو ياخدها يطلع على بيرخص على طول على المرور. احنا شغالين في اتوبيسات للنقل العام تشتغل بالغاز في 6 اكتوبر، بحيث انها 5 خطوط تنقل الناس لمحطه المترو. الهدف ان الناس تلاقي وسيله انتقال جماعيه حضاريه تقدر، وبالتالي يقدر ما يستخدمش عربيته ويستخدم النقل العام. وتمثل السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 30 عاما والتي تم استبدالها خطورة على شبكة الطرق والسيولة المرورية وعلى حياة مستقليها والممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن انبعاثاتها التي تلوث البيئة. احنا عملنا دراسة لأكثر السيارات إحلالا في ال5 سنوات السابقة، وابتدينا نتكلم مع الوكلاء اللي هم مختصين بهذه السيارات، وقدرنا نحصل للملاك على أسعار أقل من مثيلتها بكثير من المعروض في السوق. المميزات ان دي جديدة تقدر تستحمل الشغل، تقدر تستحمل الطريق. بالنسبة للطرق والكباري اللي عملوها جديدة والمحاور الرئيسية اللي في البلد، بالنسبة للتوسعات الكتيرة، الناس اول حاجة يحسوا بأمان للعربية الجديدة. ليه؟ كراسيها مظبوطة، عربية نظيفة، غير العربية دي بقى كراسيها ضيقة وعربية مثلا قديمة تعبانة. يبلغ عدد مركبات السرفيس داخل القاهرة قرابة 10,000 مركبة، وتقوم بنقل ما يقارب 6 ملايين راكب يوميا. شذى مجدي، النيل. كلف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد لتولي رئاسة الحكومة في البلاد خلال السنوات الخمس القادمة. صرح محمد الناصر رئيس البرلمان والقيادي بحزب نداء تونس أنه تم الاتفاق على ترشيح الحبيب الصيد رئيسا للحكومة بعد مشاورات داخل هياكل الحركة وبعض الأحزاب السياسية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس الأستاذ كمال بن يونس الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ كمال، مساء الخير. مساء النور، مرحبا، تحية لجمهورنا في مصر العزيز. تحية لحضرتك. بداية، ما هي الأصداء لاختيار الحبيب الصيد لتولي رئاسة الحكومة في تونس؟ حقيقة بعض الأحزاب المعارضة وخاصة من أقصى اليسار مثل الجبهة الشعبية وحمى الهمامي تحفظت على هذا التعيين وانتقدت اختيار شخصية كانت قد تحملت مسؤوليات في عهد الرئيس الأسبق زين عبدين بن علي، وخاصة في مرحلة حساسة من تاريخ تونس. لكن التيار العام هو ترحيب، الأطراف السياسية رحبت بهذا التعيين وتؤكد أن الحبيب الصيد له خبرة طويلة في الإدارة وتحمل مسؤوليات كثيرة في إدارات جهوية للتنمية، وله خبرة اقتصادية، وكان مسؤولا في قطاع الأمن والإدارة الأمنية في العهد السابق، لكن بعيدا عن المسؤوليات السياسية الأمنية، وكان وزيرا للداخلية بعد الثورة في عهد حكومة الباجي قايد السبسي، فتعتبر أنه يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والكفاءة السياسية، وفضلا عن خبرته الدولية ويتقن الإسبانية والإنجليزية باعتبار تخرج في الاقتصاد من تونس ودرس في أمريكا وعمل مطولا في إسبانيا في هيئة دولية. طب أستاذ كمال، يعني أنت ترى أن هذه الأصوات المعترضة لن تكون لها أي تأثير على هذه الحكومة أو حتى النية لتغيير رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة؟ يعني اليسار التونسي وخاصة أقصى اليسار قوته في أنه يؤثر في النقابات وفي اتحاد العمال. إذا كان اتحاد العمال دعم هذه الحكومة والتوقعات أن اتحاد نقابات العمال واتحاد رجال الأعمال سيدعمان هذه الحكومة لأنه وقعت مشاورات معهما، وكذلك قيادة النهضة رغم أنها يبدو أنها لن تشارك في الحكومة لكنها دعمت الحبيب الصيد لأنه كان كذلك وزيرا مستشارا للأمن في عهد حكومة حمادي الجبالي في حكومة الإسلاميين الأولى. فإذا كان هذا التوافق حولها دون المشاركة في هذه الحكومة، فالتيار الغالب هو دعمها
وقد تضم شخصيات من عدة أحزاب أو قريبة منها. أشكرك من تونس الأستاذ كمال بن يونس الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. بانوراما نيل تتواصل مع حضرتكم مشاهدينا، ولكن في مجموعة من الأنباء الاقتصادية. التفاصيل مع الزميل محمد سليمان، إليك محمد. شكرا لك سحر وأشكرك فوزي. مرحبا بكم مشاهدينا، وهذه وقفتنا الاقتصادية في بانوراما الثامنة، ونتابع فيها بعد الفاصل. اللجنة الوزارية الاقتصادية توافق على مقترح عودة مصر لإصدار سندات في الأسواق الدولية. مرحبا بكم مجددا، ونبدأ أخبارنا من القاهرة، حيث وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مقترح عودة مصر لإصدار سندات في الأسواق الدولية، وذلك في إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية. كذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ويأتي قرار اللجنة بالموافقة على ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصري واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية ووجود سيولة في أسواق الدولية، فضلا عن وجود رغبة لدى تلك الأسواق للاستثمار في الأوراق المالية المصرية، خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمي. وصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها للجلسة الثانية على التوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، مع اتجاه المؤسسات والصناديق لإعادة بناء مراكزها المالية، فضلا عن حالة التفاؤل التي سادت بين أوساط المستثمرين مع زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت، والتوقع بعقد صفقات اقتصادية خلال الزيارة. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 77% ليصل إلى 9011.7 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 7.1%. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.9 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 503 مليارات جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 673 مليون جنيه. انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إجراءات إعفاءات 1,200,000 وحدة سكنية من الضريبة العقارية، تنفيذا لما أقره قانون الضريبة على المباني من إعفاء سكن الأسرة التي تقل قيمته عن 1,000,000 جنيه. وصرحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن ملاك هذه الوحدات استلموا بالفعل شهادات رسمية من المأموريات بإعفاء وحداتهم من الضريبة، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها بعد تلقيهم اختارات بالربط الضريبي على وحداتهم. وطلبت مصلحة الضرائب ملاك الوحدات العقارية الآخرين ممن تسلموا اختار الربط الضريبي ويستحقون الإعفاء سرعة التقدم للمأموريات للحصول على الإعفاء. وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع التشييد بوزارة الإسكان لضمان استمرار تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي حتى لا يتم تأخير البرنامج الزمني لمشروع 1,000,000 وحدة، كما تمت الموافقة على استكمال المفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار توجه لدعم المستفيدين من المشروع. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية ارتفعت إلى 3,412,000 فدان، ومن المتوقع الوصول إلى الهدف المحدد وهو 3.5 مليون فدان قبل منتصف يناير الجاري. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة أن جميع مقررات السماد متوفرة بجميع الجمعيات الزراعية للمحاصيل الشتوية. وأشار المصدر إلى أن هناك لجان مشكلة من الجمعيات التعاونية والإدارات الزراعية لعمل معاينات على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاكهم الحيازة. مشاهدينا، انتهت وقفتنا الاقتصادية في بانوراما الثامنة، ولكنها ما زالت مستمرة مع زميلي فوزي جدالله وسحر صبري. شكرا محمد.
متواصلون معكم، وهذه تذكرة بعناوين النشرة. قمة مصرية كويتية بين السيسي والصباح تتناول قضايا المنطقة وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي. محلب يعلن عن إطلاق الحملة القومية الكبرى لحماية النيل من التعديات والتلوث. الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة الجديدة. أهلا بكم من جديد. أكدت الحكومة الليبية استعدادها لتسهيل سفر 13 عاملا مصريا قبطيا، الذين أعلن رئيس مجلس حكماء سرت أنه تم إطلاق سراحهم بعد خطفهم بأيام، مؤكدا أن تسهيل عودتهم إلى مصر ستتم في حال طلبوا ذلك. ونفى رئيس مجلس حكماء سرت مفتاح مرزوق أن يكون المصريون 13 خطفوا في سرت، موضحا أن أحد تجار الهجرة غير الشرعية احتجزهم لخلاف على قيمة تسهيل وصولهم إلى منطقة هراوة حسب تعبيره. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإنشاء خلية أزمة بمقر وزارة الخارجية لمتابعة الاتصالات الجارية مع الأطراف الليبية المعنية بهدف العمل على حل أزمة المصريين المختطفين. أعرب مجلس الجماعة العربية عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا. كما أعرب المجلس في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقده اليوم على مستوى المندوبين الدائمين عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت إليه الأمور في ليبيا، خاصة بعد الاعتداء الاقتصادية والهلال النفطي. في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا وتصاعد وتيرة العنف والأعمال الإرهابية التي طالت الجالية المصرية هناك من خطف وقتل، عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة بناء على طلب تقدم به مندوب ليبيا لدى الجامعة. وطالب اليوم رسميا أن تتدخل الجامعة العربية لحماية المنشآت الحيوية في كل ليبيا ومنع هذه التشكيلات الإرهابية من استعمال العنف وانتهاك الحرمات في داخل ليبيا حتى تتأكد وتعود الحياة الطبيعية للشعب الليبي ويساهم في بناء دولة المؤسسات والقانون. وأجدد استنكارنا وإدانتنا الكاملة لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف جميع الأبرياء أيا كانوا وفي أي بلد أقاموا، متمنيا للدولة الليبية الشقيقة أن تستعيد عافيتها لتبسط نفوذها على كافة أراضيها وبما يمكنها من توفير الأمن لكافة مواطنيها. خلال الاجتماع عرض الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية تقريرا حول تطورات الأوضاع في ليبيا. أن الجامعة العربية ومنذ البداية في غاية الاهتمام والقلق من التطورات الليبية، وقد سبق أن ذكرت لحضراتكم أنه منذ عام 2011 ونحن على اتصال مستمر مع السلطات الليبية، وتم إنشاء مكتب لجامعة الدول العربية في طرابلس، وكل المساعدات التي يمكن أن تقدمها نحن على استعداد لتقديمها. وفي ختام هذه الدورة أصدر المجلس بيانا توافقيا أكد فيه على النقاط التالية: أولاً، الحرص على استقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، دعم المؤسسات الشرعية والمضي قدماً في مساعدة هذه المؤسسات في سعيها لبناء الدولة ومؤسساتها المختلفة. تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية دعم الاستقرار في ليبيا ووحدة الصف العربي في الوقوف خلف مجلس النواب المنتخب والذي أشرفت الجامعة العربية على انتخاباته. انتشار الجماعات المسلحة والإرهابية في المدن الليبية وما صاحبه من حالة عدم استقرار يدفع ثمنه الشعب الليبي أصبح قضية على المحك تتطلب حلا سريعا يتكاتف حوله الجميع. من الجامعة العربية، منذر أبو دوح، النيل. باقون مع حضرتكم مشاهدين في بنرام النيل، ولكن هذه المرة في وقفة مع أبرز الأنباء الرياضية. تفاصيل الأخبار مع حنان عاطف. لك حنان. شكرا لك سحر، وأشكرك فوز.